اهلا بكم مشاهدينا مره اخرى من على المقهى. معنا ومعكم على المقهى الاستاذ باسم وديع المطرب، اهلا بيك، والاستاذ ماجد سليمان استاذ معهد الموسيقى العربيه وقائد فرقه حبايبنا، اهلا بيك. استاذ باسم، انا قبل الفاصل قلت للناس انه بعد الفاصل هيبقى معانا فلان الفلاني، فنسمعه فلان الفلاني قبل ما اسالك اي سؤال. فلان اللي كان يومها جنبي سعد لما بدأوا في ضرب الرصاص، فلان الفلان اللي معرفش اسمه فدايما بقول يا ابن عم وخلاص، فلان الفلان اللي كان يومها جنبي سعد لما بدأوا في ضرب الرصاص، فلان الفلان اللي معرفش اسمه فدايما بقول يا ابن عم وخلاص، فلان اللي ساب لي بقيت سندوتشه ليلة لما شافني بغني وجعان، فلان اللي مش فاكر غير شكل وشه، فلان اللي عداك جوه الميدان، فلان اللي ساب لي بقيت سندوتشه ليلة لما شافني بغني وجعان، فلان اللي مش فاكر غير شكل وشه، فلان اللي عداك جوه الميدان، فلان اللي فتشني بالابتسامة، فلان اللي قال هو فعلا هيمشي، فلان اللي قال لي طريق السلامة، ساعة لما قلنا زهقنا وهنمشي، فلان الفلان اللي كان يومها جنبي سعد لما بدأوا في ضرب الرصاص، فلان الفلان اللي معرفش اسمه فدايما بقول يا ابن عم وخلاص. الله، جميلة جدا، وفكرت الناس بمعاني وأيام حلوة مش بيفكروا فيها الأيام دي من كتر ما في مشاكل في مصر. ناس بتنسى. أستاذ باسم، حضرتك مين اللي كاتب الأغنية؟ اللي كاتب الأغنية شاعر اسمه مصطفى إبراهيم، وده يخليني بس أتكلم لو بسرعة بس على فكرة الأغنية والمشروع. الأغنية ضمن مشروع لتأريخ شهداء الثورة، كانت فكرته من البداية الأستاذة هالة القوصي، هي مخرجة العمل. أنا لما كنت بتفرج عليه على يوتيوب كان الأغنية بتاعت حضرتك بتتغنى وفي ناس بترسم وشوش، ده جزء من المشروع. جزء من المشروع طبعا. أنا ببعت تحية لكل الفنانين التشكيليين اللي شاركوا معنا، لأنه المشروع كان نسبة منه كبيرة هو عمل تطوعي. كانت الفكرة بدايتها خالص من أستاذة هالة القوصي، كانت متحمسة جدا للي كان بيحصل في البلد، وبكل أمانة هي اشتغلت المشروع، صرفت على المشروع، كلنا ساهمنا في المشروع، كل واحد ساهم باللي ربنا مديهوله. أنا ساهمت بصوتي، أستاذ محمد عنتر صديقي الملحن ساهم بلحن الأغنية. هو المساهمة وتطوع المشروع نفسه عبارة عن أغاني، يعني بتوثقوا إزاي بالأغاني وبالرسومات؟ هو المشروع كان في البداية كانت الأغنية. أستاذة هالة عملت فكرة أو مبادرة على الإنترنت بتقول إنه إحنا هنحاول نرسم صور لشهداء الثورة، فلكل فنانين مصر
المبادرة ان انتوا تيجوا تشاركوا في الموضوع، وقد كان وكله بصراحة بكل امانة كل الناس استجابت للمشروع. يعني انا عايز اتكلم عن حبايبنا. استاذ ماجد، انت قائد فرقة حبايبنا. فرقة حبايبنا نشأت امتى وبتعمل ايه دلوقتي؟ احنا بدأنا 2002 رمضان 2002، وكنا يعني كنا بادئين من قبلها بشوية، بس كان اول حفلة فعليا لينا كانت باسم حبايبنا كانت في 2002. بدأنا انا وباسم وديع، وكان في صليب فوزي وفي ليلى سامي، وباسم وصليب يعني متربين مع بعض من زمان ومتخرجين من كورال جامعة الصعيد، كورال الاطفال اشتغل في الصعيد مصر، وانا كنت بدربهم وانضمت لينا ليلى سامي. كنا عايزين نعمل مشروع بتاعنا، يعني فكرتنا واغانينا طب نسمع حاجه من المشروع ده؟ يعني احنا كانت اول حفله لينا كانت في ذكرى الشيخ امام، كان لسه متوفي ما بقالوش كتير. طيب نسمع له. وكانت الحفله في بيروت، فكان يعني الشيخ امام خد مننا رصيد كبير من شغلنا ومن اغانينا وكده. انا لانه للاسف ما عندناش وقت كتير في الفقره دي، فاختاروا اغنيه زي ما انتم عارفين. مركز ملاوي محافظة المنيا. الفكرة بدايتي كانت في كورس الكنيسة، كنت بغني ألحان قبطية، وبدأت الفكرة أن في اهتمام من راهبة اسمها السور سيليست خياط من راهبات القلب المقدس في خدمة عندنا في البلد، بدأت تهتم بالأطفال. من سن 8 سنين بدأت أشارك معاها، فإخواتي كلهم كانوا بيشاركوا في الموضوع. بدأت الفكرة تطورت لحد ما الفرقة دخلت كورال اسمه جمعية الصعيد للتربية والتنمية في المنيا. تطور الموضوع، بنعمل احتفاليات في القاهرة وكذا وكذا، لحد ما كبرت شوية، بقيت عندي شوية 14-15 سنة، سبت الكورال أطفال. جيت القاهرة، شافني أستاذ حسن الجريتلي، هو مخرج فرقة الورشة المسرحية. كل الفترة دي ما انساش طبعا أستاذي، هو اللي كان معايا طبعا من سن تقريبا يعني 12 سنة، هو كان المدرب الأمين ليا والغيري بجد. يعني انا في البدايه اعتذرت لك قبل الفقره، لان الفقره دي هتبقى قصيره جدا، وبعتذر لكم مره تانية ان هذه الفقره كانت قصيره جدا، الظروف خارجه عن ارادتي تماما، ولكن سيكون لنا لقاء اخر على المقهى مره اخرى. بشكركم شكرا جزيلا، وحابه ننهي الحلقه دي بصوتكم برضه.
بأغنية. أنا هشكر فقط مشاهديني على متابعة هذه الحلقة وأترككم مع هذا الصوت الرائع والأداء الرائع أيضا. وأشكرك شكرا جزيلا بس مديع المطر، وأشكرك أستاذ ماجد سليمان أستاذ معهد الموسيقى العربية وقائد فرقة حبايبنا، شكرا جزيلا، شكرا على وجودك معي. عالمقهى جئناكم جاء